السلام عليكم، معاكم ابراهيم. هتكلم عن موضوع الريموت بروسيدور كول اللي انا هتكلم فيه البالك ترانسفير باختصار ار بي سي. الار بي سي ده باختصار هو ان انا بعمل اتصال بين اي عمليتين عن بعد عبر اي شبكه. طيب اللي بيحصل ان الكلاينت بيبدا يطلب خدمه معينه من السيرفر بدون ما ادخل في تفاصيل الشبكه وازاي الشبكه دي بتشتغل والبيانات دي بتمر من خلالها ازاي. زي الشكل اللي قدامنا كده، ان باختصار الكلاينت بيبدا يبعت شويه ارجمنت للكلاينت ستاب. الكلاينت ستاب ده قطعه برمجيه صغيره كده بيتم ارسالها واستقبالها بين الكلاينت والسيرفر. طيب بتاخد بقى الارجمنت دي ويبدا يشتغل عليها بحيث ان هو يبدا يبعت ريكوست للار بي سي بروتوكول حسب البروتوكول اللي انا هستخدمه. فانا في الجزء اللي انا هتكلم فيه هستخدم البالك ترانسفير اللي هو بلاست بروتوكول. طيب وبعد كده هيبدا يروح على الجزء بتاع السيرفر ويبدا يستخدم نفس البروتوكول اللي هو استخدمه في الكلاينت، ويبدا يبعت للسيرفر ستاب تاني نفس يبعت له ريكوست وياخد الارجمنت اللي كانت اتبعتت في الاول يبدا يبعتها للسيرفر نفسه. وبعدين يبدا يرجع من السيرفر رد معين عن طريق السيرفر ستاب، ويستخدم في الرد ده البروتوكول اللي احنا استخدمناه في الاول، ويبدا يرجع للعمليه دي، والعمليه دي بتتكرر باستمرار حتى ينتهي العمليه اللي انا شغال عليها. طيب في مجموعه من البروتوكولات في الار بي سي. انا هتكلم عن بروتوكول بلاست. البروتوكول ده باختصار ان هو بيحل لي مشكله ان انا لو عندي شبكه بتقدر تبعت رسائل صغيره الحجم دي مشكله طبعا، انا بستخدم حاجه صغيره الحجم. طيب انا احل ازاي المشكله دي لو انا حابب ارسل رسائل كبيره؟ فان انا اجيب الرسائل دي، البلاست ده بيجيب الرسائل دي ويبدا يقطعها لاجزاء وبعدين يرسلها ورا بعضها. طيب يبقى كده البلاس الجوريزم ان السندر بيقسم الرساله الكبيره ويمررها من خلال بروتوكول معين لمجموعه من الاجزاء الصغيره، بيقسمها لمجموعه من الاجزاء الصغيره، وبعدين يبدا ان هو يرسلها بطريقه معينه ويبدا يرجع رد للريسيفر، يرجع رد للسندر هل الاجزاء دي كلها وصلت ولا لا؟ وهنتكلم عن الطريقه دي دلوقتي. باختصار زي ما احنا شايفين الالجوريزم ده شغال ازاي، ان انا بقسم الداتا من السندر بقسمها لمجموعه فريجمنت او اجزاء. في المثال ده في 6 اجزاء، في 4 اتبعتوا تمام، وفي فريجمنت 3 وفريجمنت 5 ما اتبعتوش او حصل فيهم مشكله. فيبدا الريسيفر يبعت رساله اس ار ار للسندر يعرفه ان في فريجمنت 3 و5 لسه ما اتبعتوش، ويبدا السندر يرد عليه بنفس الفريجمنت دول ويبدا يحاول يبعتهم لحد ما يوصلوا بشكل ناجح. طبعا السندر بيعمل مؤقت اسمه ضمر. المؤقت ده لو الاس ار ار بعت ان كل حاجه اتبعتت تمام فبنلغي موضوع الضمر ده ويبقى كده الاجزاء كلها اكتملت. طيب الريسيفر بقى بيعمل مؤقت اسمه لاست فريجمنت، بيحدد الوقت منذ لحظه وصول اخر جزء. طيب لو اخر جزء وصل تمام وكل حاجه اتجمعت فبيجمع الرسائل دي الاجزاء دي كلها في رساله كامله، ويبقى كده انا وصلت الرساله كامله بنجاح. طيب زي ما احنا شايفين هنا بقى المسج فورمات. المسج فورمات ده فيه هيدر بيحدد لي الاجزاء الخاصه بكل رساله كامله. طيب البروك نمبر ده بقى فيه طبعا في كل رساله كامله في حاجه اسمها بروك نمبر، وده بيحتوي على البروتوكول اللي انا بستخدمه مع البلاست الجوريزم. المهم اي دي ده بتحدد لي الرساله اللي انا شغال عليها، واللينس بيحدد لي حجم او طول الجزء اللي انا شغال عليه جوه الرساله دي، ونون فريجمنت عدد الاجزاء اللي انا شغال عليها جوه الرساله الواحده. طيب والطيب دي بيبقى جواها حاجتين، حاجه خاصه بيحدد لي هل هو النوع البيانات دي، هل هي بيانات الداتا اللي انا هل دي بيانات معينه انا بنقلها، ولا هل دي رساله اس ار ار اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن الريموت بروسيدور كول. هتكلم هنا عن الريكوست بلاي اللي هو التشان. يعتبر التشان اهم حاجه في الار بي سي عشان هو اللي امبلمنت الريكوست بلاي الجوريزم. زي ما قلنا عنده مشكله فوق وصول الرسائل، هنا في التشان بيضمن لي ان انا اوصل الرسائل وكمان بياخد منها كوبي. تاني حاجه قلنا في سنكرونايزيشن بين الكلاينت وبين السيرفر، عشان لو الكلاينت استنى السيرفر يبعت ريبلاي بيعمل بلوك للكلاينت. عندي الشانل بتوين الكلاينت وبين السيرفر وبين السيرفر، عشان كده ببقى ضامن الرساله واحده بس اللي هتوصل اللي هو بيسبورت الات موست وانس سيمنتيك. ولو عايز استخدم اكتر من رساله في نفس الوقت لازم استخدم المالتي شانل.
وقلت ات موست وانس عشان ممكن يحصل فيلير او يحصل كراش عند عند السيرفر فما بعتش ولا رساله خالص. واهميه الات موست وانس في الماتسك بتبان لما يكون عندي انظمه او عندي بروسيجر فيها متغيرات بتزيد او بتقل زي الكاونتر مثلا. عندي الالجوريزم بتاع التشين الكلاينت بيبعت ريكوست للسيرفر والسيرفر بياكد لو وصل الريكوست وبعد كده يبعت له ريبلاي وبعد كده الكلاينت بيعمل اللي هو بيبعت له التاكيد الريبلاي وصلت. بس هنا في ديلي فيحل المشكله دي اللي هو هيتضمن المانجمنت في الريكوست ونفس الكلام في الريبلاي. عندي مشاكل في التشين, عندي مشكله اللي هو ممكن الرساله دي تضيع او ما توصلش. ممكن احل حاجه زي دي ان انا بحط هنا عندي كوبي من الرساله عند الكلاينت عند السيرفر لغايه ما يوصل لهم تاكيد. ونفس الكلام برضه ممكن احط كمان تايمر اللي هو يعيد الرساله رساله تاني لو التايمر ده خلص وما وصلوش تاكيد. تاني عندي مشكله كمان تكرار, ممكن احل المشكله دي ان انا استخدم الام اي دي فيلد ده بيبقى لو جالي رساله مش بتبقى زي الام اي دي بتاعت اللي انا مستنيها بعملها ديسكارتد. تالت حاجة عندي بطء في السيرفر أو السيرفر ممكن يتعطل خالص, فببعت كل شوية رسالة من الكلاينت للسيرفر اللي هو Are you alive؟ وبعد كده السيرفر لو شغال هيبعت لي اللي هو I'm still alive. عندي الفورمات بتاع المسج, عندي التايب بتاع المسج اللي هو request أو reply أو acknowledgement أو probe, وعندي ال CID وال port number وال MID وال PID وال length. عندي تايمر في التشان اللي هو الريترانسميت تايمر عند الكلاينت عند السيرفر, وعندي البروب تايمر. قلنا السكنديشن او الاي سكنديشن في التشان من التعريف قلنا اللي هو يعتبر سنكرونس. عشان ايه؟ عشان يبقى الابلكيشن بيبقى عارف الرساله وصلت ولا لا, وكمان بيبقى عارف الريبلاي منه وصل ولا من السيرفر وصل ولا لسه. عندي implementation of the chain, عندي اتنين data structure اللي هو ال chain HDR اللي هو الهيدر وال state, وبعد كده عندي function بتاخد argument ال state وبتاخد تاني argument والتالت بيبقى عبارة عن ال abstract data type في message. وبعد كده بعمل روتين التاني اللي هو retransmit, ده بستخدمه امتى؟ لما يكون عندي التايمر بتاع ال retransmit اشتغل. وعندي اخر روتين في التشان اللي هو الديليفر كلاينت. هنا بتشيك الرساله وصلت ولا لا, واللي هو الاكتيفيتد وان اللي هو مستنيها ولا لا. لو وصلت تمام بيعمل كانسل للترانسميت وياخد كوبي من الرساله, وبعد كده بيعمل ويك اب للبلوك كلاينت اللي هو كان عامل لها بلوك عشان يستنى الريبلاي من السيرفر. شكرا. ديسباتشر سيلكت, اخر خطوه في عمليه الريموت بروسيجر كول هي السيلكت. مهمته انه يبعت ريكوست مسج الى بروسيس معينه. ايه هو النتورك ديسباتشر؟ هو تي سي بي ترانسميشن كنترول بروتوكول, بيدعم مشاركه سيرفرات متعدده, وذلك بيستخدم في اللارج سكيل ويب سايت علشان سرعته في ارسال الباكت بيبقى عاليه. اما اللود شيرنج فبيكون على مستوى اليوزر اللي يقدر يتحكم في الاتصال عن طريق الجوريزم. دي صوره للديسباتشر سيرفر. ليه بنستخدم النتورك ديسباتشر؟ الأنظمة دي بتتعامل مع ملايين من الريكوست يوميا وتبعتها لأعداد كبيرة جدا من السيرفرات في نفس الوقت, وكمان مع السيرفرات اللي مش من نفس النوع أو الهيتروجينيوس. ديسباتشر سيلكت في الريموت بروسيجر كول بيطلق على الديسباتشر في اسم السيلكت. هو عبارة عن بروتوكول, الفرق بينه وبين الديمالتيبلكسنج بروتوكول زي اليو دي بي إنه سينكرونس, وده معناه إن الكلاينت بياخد رقم يحطه في الهيدر وبعد كده بيعمل الكول أوبريشن على lower level request apply بروتوكول زي التشين, وبعد كده بيرجعه تاني للكلاينت. اما السيرفر فالسيلكت بيستخدم الرقم اللي بيلاقيه في الهيدر علشان يعمل الاجراء الصحيح, وبعد كده بيرجعه تاني للlower level بروتوكول. سيلكت as a separate بروتوكول, بنضطر نستخدم السيلكت as a separate بروتوكول او مايكرو بروتوكول لسببين. الاول علشان ابدل الادرس بالبروسيجر اللي انا عرفتها, مثلا اثناء تنفيذ برنامج معين زي الفايل سيرفر بروجرام, الريد هتبقى بروسيجر 1, الرايت هتبقى بروسيجر 2, السيك هتبقى بروسيجر 3 and so on. السبب التاني علشان استخدم السيلكت
كسيبرت بروتوكول اني اقدر اتحكم في الكونكرنسي او التزامن. مثلا لو انا عايز اسمح لاب معين باتصالات متعددة هتصرف ازاي؟ كل مرة الكولينج بروسيس هيبعت البروسيجر على ايدل شانل، لو كل الشانل اكتف اذا السيلكت مهمته ان يعمل بلوك للشانل لحد ما تبقى ايدل، وكده يبقى خلصنا الريموت بروسيجر كول. السلام عليكم، انا دلوقتي ريم هاني وهتكلم معاكم في ازاي هجمع البروتوكولز دي كلها مع بعض. عندنا طريقتين بنستخدمهم، هي السان ار بي سي والدي سي اي ار بي سي. انا هتكلم دلوقتي عن الاول عن السان ار بي سي. السان ار بي سي دي هي دلوقتي بقت الستاندرد بروتوكول، علشان هي بتنتشر بسرعة قوي، وهي الحاجة الأساسية، يعني البروتوكول الأساسي في الـ Network File System. عندنا الـ Sun RPC ده بيتكون من إيه؟ بيبقى فيه الـ UDP والـ IP والـ Ethernet. هنتكلم أول عن الـ Sun RPC، ده هو اللي بيحدد الـ algorithm اللي هيستخدم في المسج، وده كان الـ part بتاع الـ chain. وبعديها هنروح للدور بتاع السلكت. السلكت بيبقى بيشتغل بين ال UDP وال Sun RPC، وده بيبعت ال procedure الصح اللي احنا هنستخدمه بناء على المسج، بيبعته للبروجرام. واخيرا كده بيبقى عندنا القابلية ان احنا نعرف نشتغل على المسجات اللي هي بتبقى حجمها اكبر من الحجم اللي المفروض متحدد للنتورك. هنتكلم بقى بعد كده عن البورت مابر. البورت مابر ده بيبقى بروجرام بيحدد النمبر لكل بورت، واهم البورتس دي اللي هي اليو دي بي بورت، وده بيبقى الكود بتاعه 1111. هنيجي بعد كده هنتكلم عن السان ار بي سي هيدر، ده بيبقى بيبين ازاي هو بيبقى عبارة عن داتا ستراكشرز معقده شويه زي ما شايفين في الرسمه كده. عندنا اول حاجه هي الاكس اي دي. الاكس اي دي هي الترانزاكشن اي دي، وكل ترانزاكشن بيبقى ليه اي دي مخصص ليه، مختلف تماما عن اي ترانزاكشن تاني. وزي ما احنا شايفين بيتحدد الاول نوع المسج اللي هتتبعت، سواء ريبلاي مسج ولا ريكوست مسج. لو ريبلاي مسج بتجيت اكسبتد وبتخلص على طول، لو ريكوست مسج بنشوف الاول الاي دي بتاعها وبعدين البروتوكول اللي هتستخدم فيه ويتبعت للسيستم وبعدين بتتحدد. عندنا بقى عيب واحد في الهيدر ده، وهو ان مسافه ما المسج بتخلص الداتا بتاعتها كلها بتتمسح، ما بتفضلش في يعني ما بتفضلش متسيفه. فده بيبقى عيب، لان لو الكلاينت حب ان هو يعيد نفس المسج تاني لازم هيدخل الداتا كلها من الاول، ما ينفعش تتعاد تاني. هنتكلم بقى دلوقتي عن ال DCE. ال DCE ده هو ال Distributed Computing Environment، ده البروتوكول التاني اللي احنا بنستخدمه. ده بيبقى عبارة عن standards وشوية softwares علشان تبني ال Distributed System، وده بيستخدم أكتر في Network Data Representation. هنيجي يعني كده عندنا ال DCE ده بيبقى مهتم بجزئين مهمين جدا، هو ال UDP وده اللي بيحدد السيرفر الصح اللي احنا هنشتغل عليه، والتاني حاجة ان هو بيحدد البروسيجر اللي احنا هنستخدمه وبيبعته للسيرفر. عندنا في الرسمة دي بنحدد ازاي المسج بتتبعت من الكلاينت للسيرفر والعكس. اول حاجة الكلاينت بيبعت مسج للسيرفر request message، والسيرفر بيرد عليه على طول بالريسبونس. وبعديها بيبعت الكلاينت الاكنولجمنت مسج، وبعديها بيبعت السيرفر اخر حاجه. ودايما بين كل مسج والتانية ما بين الكلاينت والسيرفر بتبقى بوقت محدد بيبعت بينج مسج، اللي هو يعني لو كل مثلا كام ثانيه بيبعت بينج مسج عشان يخلي السيستم يشتغل اسرع. عندنا اربع مفاتيح اساسيه في الـ DCE ده، اللي هو السيرفر بوت والاكتيفيتي اي دي والسيكونس نمبر والفراجمنت نمبر.
دول هنقارن بينهم دلوقتي بسرعة بينهم بين بعض. هنقول ان السيرفر بوت ده بيشتغل نفس الشغل بتاع الشان بي اي دي اللي هو البوت اي دي، والاكتيفيتي اي دي ده بيبقى نفس الشانل اي دي، والسيكونس نمبر بيشتغل نفس الشغل بتاع الشان مسج اي دي، وعندنا الفراجمنت نمبر بيبقى نفس الاكس اي دي اللي هو الترانزاكشن اي دي. عندنا بقى هنتكلم بعد كده عن الاكنولجمنت ميكانيزم. الاكنولجمنت ميكانيزم ده هو عباره عن كل مسج بيبقى ليها فراجمنت نمبر وفلاج نمبر، والسيرفر بيعرف ان المسج دي اتبعتت كامله ولا لا بناء على ان هو لقى الفلاج نمبر اتبعت خلاص، ولازم ما ينفعش ان هو يتساب اي سبيس بين الفلاج نمبر والفراجمنت نمبر، علشان هو ده اللي بيتحدد. يعني لو سيبنا سبيس بيبقى السيستم بيتعامل على ان ده كده ده فراجمنت نمبر جديد، بيبقى كده بيتحسب الفلاج من الفراجمنت نمبر، فده بيبقى غلط. بس ودي نفس الطريقه بتاعت البيت فيكتور، ان بتحدد ان الفراجمنتس دي ليها علاقه اذا كان هو ده الهايست فراجمنت ولا لا، ده اعلى فراجمنت ولا لا. والاكنولجمنت مسج بتعرف ان هي دي الاكنولجمنت لما بتبقى فيها ان هي دي الهايست فراجمنت نمبر، هو ده اعلى فراجمنت نمبر، فده بيبقى معناها ان هي دي الاكنولجمنت مسج، وبيبقى كده خلاص الكلاينت وصلوا الريسبونس بتاعه.